السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير والصحة وسعادة. حضراتكم النهاردة هتكلم عن أفقر 10 ولايات في أمريكا. طب الموضوع ده هيهمك في ايه او هتستفيد بيه ازاي؟ هقول لحضرتك دلوقتي ارخص 10 ولايات في أفقر 10 ولايات في أمريكا في الغالب هم الأرخص، فعشان كده أنت لما تشوف مكان تروح مكان رخيص أو تلاقي مثلا سعر البيت فيه أقل من سعر البيت في الولايات التانية، الأسعار فيه أقل من الأسعار في الولايات التانية، زي مثلا تأمين العربية وخلافه، مش هخوض في التفاصيل دي. حضرتك لازم تعرف ان في حاجة رخصت او حاجات بمعنى اصح رخصت الاسعار في الولاية دي. زي ايه؟ زي الفقر، انتشار معدلات الجريمة، اشياء سيئة خلت الناس بعدت عن المكان، فرص العمل القليلة. ممكن الولاية من دول يكون اقتصادها بيعتمد على الزراعة أكتر من الصناعة، فطبعا الزراعة عطائها أقل فالاقتصاد بيكون أضعف، وهكذا. يعني حاجات عوامل كتير يا أخوانا بتخلي الولاية أو المكان رخيص، فلازم لما تيجي تسكن في مكان رخيص أو ولاية رخيصة تدرس ظروفها كويس. لو انت حصلت على شغلانة في ولاية رخيصة وبدخل كويس يبقى يا بختك ويا سعدك، يعني لانك انت حتى لو كان كتير من اللي حواليك فقراء لكن انت هيكون وضعك كويس، هتقدر انك انت تعيش كويس حتى لو الولاية دي كان الناس فيها فقراء وفرص العمل قليلة. بس طبعا لو هي آمنة المدينة اللي انت فيها او الولاية اللي انت فيها، خلينا اقول المدينة اللي انت فيها اهم يعني، فخلاص تشتغل الشغلانة وتعيش هناك، لكن ما تفرحش، لكن انت ما تروحش تنقل الولاية بس عشان رخيصة وتقول ايه خلاص دي ولاية رخيصة يبقى خلاص اروح لها وادور على شغل فيها، لانك ممكن تروح وما تلاقيش شغل. تروح وتلاقي نفسك لو لقيت شغل حتى يبقى بدخل قليل، جيت تعمل مثلا بيزنس او تشتغل لحساب نفسك زي اوبر او اوبر ايت، تلاقي نفسك مفيش زباين كتير والناس ما بتدفعش بقشيش كويس. فيهمك تعرف ظروف المكان اللي انت هتسكن فيه. الرخص، الأسعار في المكان مش كل حاجة تحدد اختيارك، لازم تدرس العوامل التانية اللي لسه قايل لك عليها، فرص العمل، الفقر، الأمن في المكان، معدلات الجريمة، هذه الأشياء. وطبعا الولايات الفقيرة أو الولايات اللي هي في الغالب بتكون رخيصة بيكون فيها نسبة بيكون فيها عدد متشردين كبير، مش دايما، ما هو نيويورك مثلا ولاية غالية بس عدد المتشردين فيها برضو كبير، في أحيان كثيرة بيكون عدد المتشردين الكبير مرتبط بغلاء إيجارات البيوت، بس طبعا مش دايما. ممكن الولايات الرخيصة تلاقي فيها متشردين برضو لأن جوها بيكون كويس. طيب دلوقتي يا أخوانا نخش في الموضوع على طول، ونقول أن أفقر ولايات أمريكا هي رقم واحد ولاية الميسيسيبي، نسبة الفقر فيها 19.4%، تقريبا الفقر فيها زي ناميبيا في أفريقيا، والبطالة فيها 6.85%. واحد من كل 4 في الولاية بتاعت المسيسيبي لم يحصلوا على شهادة ثانوية، يعني ربع البالغين ما حصلوش على شهادة ثانوية. ليه هي فقيرة؟
بسبب تدني مستوى التعليم وقلة فرص العمل، وتلاقي الراجل ومراته الاتنين شغالين عشان يجيبوا للبيت دخل أقل من 25,000 دولار. الولايات اللي هتيجي بعد كده هتلاقي الراجل ومراته شغالين بيعملوا، ولو عندهم ولاد بالغين بيشتغلوا الاتنين أو التلاتة دول يعملوا لهم حاجة 40,000 دولار، طبعا بيصفصفوا على أقل من ذلك بكثير بعد الضرائب والخصومات. يعني أنا لما بقول حاجة 40 أو حاجة 20,000 في السنة، أنا بتكلم عن إيه جروس، لسه بعد الضرائب والخصومات بيبقى أقل من كده بكتير. طيب بعد كده تاني ولاية عندنا من الولايات الفقيرة اللي هي أفقر من أفقر ولايات أمريكا، لويزيانا 19% فقر، وهي التالتة الأسوأ في أمريكا في الأمن الغذائي والتالتة الأسوأ في التعليم. نيجي رقم 3 هي ولاية ويست فيرجينيا، لو هنترجمها هنقول فيرجينيا الغربية، ودي نسبة الفقر فيها 18%. الأسعار فيها رخيصة، عشان كده في ناس ديجيتال نوماد أو الناس اللي شغالين على الكمبيوتر بيروحوا لها عشان يشتغلوا من هناك ويعيشوا هناك، لأن هم مش محتاجين يدوروا على شغل، هو معروف إن الولاية ما فيهاش فرص عمل كتيرة. وللأسف الولاية دي معدل الوفيات فيها أعلى من معدل المواليد. بعد كده نيجي رابعا ولاية نيو مكسيكو، أو لو ترجمتها المكسيك الجديدة، ودي ولاية نسبة الفقر فيها 25%، ودي أكتر ولاية يا أخوانا بتعتمد على مساعدة الحكومة الفيدرالية الأمريكية. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده والمتابعين بتوعي فاهمين إن في حكومة فيدرالية بتجمع ولايات أمريكا، في حكومة الولاية، في حكومة المحافظة، في حكومة المدينة. ماشي. بعد كده بقول الولاية بتاعت نيو مكسيكو إيراداتها ما بتجيبش احتياجاتها من تعليم وبنية تحتية إلى آخره، فبتضطر إنها تاخد مساعدات من الحكومة الفيدرالية الأمريكية عشان تسدد التزاماتها، وهي أكتر ولاية في أمريكا بتعتمد على الحكومة الفيدرالية الأمريكية في الإعانات. طيب خامسا ولاية ألاباما، ولاية ألاباما بعض محافظاتها أو الكاونتز اللي فيها تبدو كدول متأخرة، ونسبة الفقر فيها بتتعدى 40% في محافظات كتيرة من محافظات ألاباما. فنيجي بعد كده لولاية رقم 6، ولاية طبعا لو قريتها هتقراها أركانساس، بس في أمريكا بينطقوها أركنسا، ما بينطقوهاش أركانساس زي ما هي مكتوبة، ودي نسبة الفقر فيها 16%، وأغلب الحسابات في البنوك فيها صفر. عادي أنك أنت تفتح حساب في البنك في أمريكا وبعد كده الحساب ده ينزل لصفر ويفضل مفتوح، فأغلب الحسابات في البنوك في ولاية أركنسا صفر، فاضية بسبب فقر الناس. رقم 7 ولاية كنتاكي، ودي نسبة الفقر فيها 20%، الخمس بعض الناس فيها بتتبرع بدمها مقابل 50 دولار في الأسبوع. ورقم 8 ولاية ساوث كارولينا أو كارولينا الجنوبية، ودي نسبة الفقر فيها 16.9%، يعني تقريبا 17%، ودي 90% من الناس فيها بيعيشوا يدوب من المرتب للمرتب، ما بيحوشوش حاجة. أمريكا 75% من الناس عايشين بايتشيك تو بايتشيك، يعني يدوب عايشين بالعافية حتى لو كان مرتبه كبير، هو أقلم نفسه على المرتب ده. ف 75% من الأمريكان بيعيشوا بايتشيك تو بايتشيك، من المرتب للمرتب. 90% بقى من أهل كارولينا الجنوبية عايشين بايتشيك تو بايتشيك. رقم 9 ولاية نيفادا، ودي فيها ناس أغنية بالذات أصحاب صلاة القمار، ولكن فيها ناس فقراء كتير، الأغلبية فقيرة يا أخوانا، أو هقول نسبة يعني نسبة الفقر فيها 12.9%، 13%.
والبطالة 7%، 7.12%، والتعليم في ولاية نيفادا سيء. رقم 10 ولاية ميتشيغان، وطبعا مشهورة بمدينة ديترويت اللي هي من أخطر مدن العالم، مش بس من أخطر مدن أمريكا، وبنيتها التحتية طبعا سيئة. وبس هم دول يا أخوانا أفقر 10 ولايات في أمريكا. ما بقول لكمش العشر ولايات دول عشان أقول لكم ما تروحوش هناك، ولكن عشان تخطط حياتك صح. انت مش هتروح لولاية بس عشان رخيصة، لا، خد العوامل التانية في اعتبارك. ارجو انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. اشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.